تنتقدون حكومة الكاظم وتعتقدون أنها تفسد وأنها تقوم بممارسات لا ترضونها أمنيا وسياسيا. وطيب ما هذا مقابل هذا التعطيل يتسبب بإطالة أمد هذه الحكومة التي لا ترضون عنها أصلا. طبعا الأخطاء التي ارتكبت من قبل حكومة تصريف الأعمال خلال السنتين الماضيتين أخطاء كبيرة وفيها تقصيرات وممكن ملاحقتها حتى قانونيا مستقبلا. من لذلك الموضوع أطلب أن يكون هناك جهد من مجلس النواب لمتابعة أداء هذه الحكومة خلال الأيام المتبقية من عمرها، وفي نفس الوقت أن يكون للإطار التنسيقي حكمة بالتعامل مع الساحة الشيعية بشكل عام ومع المكونات الأخرى، وهذه الحكمة وهذه العروض والتنازلات والمبادرات ستكون سجلها التاريخ وستكون هي حجة على الآخرين بأننا كنا في المرحلة السابقة عندما سمينا مثلا بالثلث المعطل، ولكن كنا راغبين بالمشاركة معكم لتشكيل الكتلة الأكبر ونقبل بمرشحكم لرئاسة الوزراء، وليس بالضرورة أن يكون لدينا حضور. نحن في بدر كنا مستعدين أن لا نحصل على أي وزارة في حكومة تشكل من خلال المرحلة الأولى التي كان تيار الصدر موجود. حاليا ومع وجود الإطار ب 125 مقعد داخل مجلس النواب مع المستقلين مع الاتحاد الوطني مع عزم مثنى السامرائي وغيره، نقدر نحقق عن الأغلبية المطلقة وصولا إلى الثلثين. ومع ذلك ندعو الأخوة بالتيار الصدري بتقدير حجم التحديات التي يواجهها العراق في الداخل والخارج.